بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا خذ بأيدينا إلى ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا يا عليم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلال وعم نوال وعظم سلطان. نعود نرجو الآية 90 من سورة التوبة، يقول ربي فيها: وجاء المعذرون، أي جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كمنافقين كمخادعين كحاملي أعذار واهية، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يؤذن لهم في القعود، وقعد الذين كذبوا الله حذر ممكن أذن له رسول عليه الصلاة والسلام بعد حشم وخاب من الله، فلم يقعد بل خرج صادقا ومكفرا عن ذنوب. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب سامة، قال سوف، سيصيب الذين كفروا منهم، أي كفروا بالله وبأمره ونهيه ورسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم والقرآن العظيم الناطق بالحق للعالمين. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. C'est une douleur qui va les frapper, une douleur terrible qu'on peut pas tolérer. احذروا، لأن الله كي يتكلم كلامه سيقع. ما مدعيت قولك من أتباع سيدنا عيسى عليه السلام من أحبائي من المؤمنين، أنت من مورط لك تقول أنا ابن الله ولا أنا بنت الله مش أمة الله، هذا كلك لا يشفع لك يوم القيامة. احذر، هذا أرجع من تو صح مفاهيم عن الله. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن إلها ولا يحق له أن يقول ذلك أو يدعي لا أم لا هو ولا أم البتول عليهم صلوات الله وسلامه أبد الأباد، وهذا بفضل رب العباد والسلام.